قطاع مهرجان الأول الرطب بفضل من الله تعالى على الاستمرار في تقديم الموروث الشعبي، سواء كان في على مسابقات رطب أو أشياء تراثية، على ظهاره وبرازه بصورة مشرفة. نحن اليوم في دورة الثامنة، وتوقع زيارة كبيرة من إخوان الزوار. كون رمضان على أبواب راح يعطينا فرصة أن الناس توصل ليوا وتوصلنا في مهرجان ليوا الرطب. طبعا هناك مساحة الجديدة، يمكن مساحة المهرجان صارت أكبر لاستقبال الزوار. في فعاليات مختلفة راح تكون على مدار 7 أيام إن شاء الله. تم تخصيص خيم خاصة بالأطفال، تم تخصيص أماكن لراحة الزوار، بالإضافة إلى السوق الشعبي اللي يحتوي أكثر من 160 محل معني بمنتجات ويدوية ومشغولات يدوية لها صلة بطابع المهرجان، سواء كان من النخيل أو من الرطب مشتقاته والصوف والجلود وغيره.